عايشين عايشين على السيارات مو على المحلات. الحمد لله على السيارات. هو انت متفق وياي يمكن الرزق هو كل واحد ياخذ رزقه، مستحيل رزقك يصير لغيرك. لا ان شاء الله اول رزق على الله. واللي كاتبه لك يصير ان شاء الله. يصير صحيح. صارك والله تشتغل في هالشغله؟ والله انا سابقا كنت لاعب منتخب وطني. اي منتخب وطني دقيق، خلينا نسولف هاي القضيه. والبدايه وين؟ كنت على الاولمبيات الاتحاد الوطني. اي سابقا 2015 ما انت تقريبا 3 سنوات وتطلعوني حسب الميزانيه. اي طلعوني حسب الميزانيه، راتب ماكو، قام مشي قطعوا الراتب عليه. انا عندي انجازات في العراق. شنو انجازاتك؟ الثالث والثاني والاول على العراق. على العراق كله. منتخب شباب خط ثاني. اي حسب الميزانيه وهاي طلعونه. ايش قد كان راتبك والله؟ كان راتب 300 يطول مال كراوه، اروح واجي وين؟ اروح ملعب الشعب بيت ناب البيع. بعدين من تلو لا هاي طابه الحديديه تشمرها. اي شو ما جرح نصار. أي. تحياتي لجرح نصار. اي يعني انجاز انجازه مهم. أي. والاعلام مقصر وياه هوايه لانه المفروض نكثف الجهود. صحيح. استحق ان شاء الله. بس انتم بيكم ابطال يعني وصلوا الى مستويات عاليه. زين ايش عجب يعني؟ ما معقوله 300,000 ما دبرن. حسب الميزانية كانت ضعفوا الميزانية، راتب اليوم ما يعطونه، قطعوا العقد قبل. كنت انا اروح ملعب الشعب يعني 300,000 يعطوني اياها قبل اصرفها على الكراوي. يعني كل شيء ما استفاد من يمها. كنت انا اطي من الجيل فوقها والله. يعني كنت اصرف 15,000 اروح وجاي. وهسه هسه قاعد على الصناعة. قلت شوية تعلمت المهنة حداد الصدر. الله يكون والله الرزاق. الله يكون. وزارة العمل شلون وياكم؟ والله وزارة العمل زين يعني. انتم ارتباطكم يعني زين من الناحية التعامل، من ناحية الرواتب؟ لا والله الرواتب ماكو. الرواتب كل شيء ماكو. عندهم الرعاية يعطوني 100. اي بس ال 100 ما تكفيني. يعني المن اعطيه لابو المولد، لو ما صرف لي، لو لاهلي ما تكفي. إيه؟ ما تكفي. قلت اشتغل هنا حداد الصدر. تعلمت شوية مهنة. الحمد لله. الله يسلمك. وفق الله يعطيك الصحة والعافية. الله يحفظك وعيوني. اخوتك ايش تحتاج؟ والله يديك. الله يسلمك خيوتي بعد روحي. الله رياضتكم شو يسمونها هي؟ ساحة وميدان. ساحة وميدان. اي ما احتياجات الخاصة. اي لا انتم ان شاء الله بكم البركة. موفقين حبيبي. فدوى قلبك. الله يديمك. القصد من هذا الحوار مع الشاب اللي اتحدث قبل قليل، إذا أريد نذكر إنجازات الرياضية، فإنجازات الرياضية صارت عندنا هواية، وهواية للأسف يعني ما أخذوا مكانتهم بالعراق لأنه بسبب الوضع العام اللي موجود. ومثل ما قال قبل شوي يعني 300,000 تنقص من راتبه ويلغي العقد، وهو لاعب ساحة وميدان يريد يوصل. مشكلة يا أخي عجيب يعني. كأنه يعني على 300,000 دينار بلد نفط، بلد يمتلك موارد بالمليارات يوميا تدر على الميزانية العامة، وبالتالي أهل المنطقة وأهل الشعب وأهل الوطن هم اللي يدفعون الضريبة بصراحة.